في اكتر من حالة لفتت انتباهي في ماتش الزمالك والجيش النهاردة، وسألت نفسي سؤال، هو يا ترى كارتيرون مش واخد باله ولا لعيبة الزمالك هي اللي بتكسل تطبق؟ تابعوني انا صاحب الكرة وتحليل شكل الزمالك في ودية طلائع الجيش. في البداية في ميزة مهمة جدا للزمالك لازم يستغلها، وهي احمد سيد زيزو. لو نلاحظ هنا زيزو حل مهم جدا في بناء الهجمه، بما انه هو لاعب متحرك واخد حريه حركه، فبيقدر ينزل لتحت مع وسط الملعب عشان يعمل كثافه في بناء الهجمه، فيقدر يعمل الربط من الدفاع للهجوم في حاله ان وسط الملعب مقفول عليه، ويفتح متنفس جديد في بناء الهجمه للزمالك. الميزة التانية برضو في أحمد سيد زيزو، فريق زي الزمالك المفروض يبقى عنده حلول وتنوع وتوازن في كل مناطق الملعب الهجومية. يعني انت بتهاجم من الأطراف وعمق الملعب، بصوا هناك هتلاقوا حازم إمام عامل استريتش للملعب عشان يقدر الأطراف الزمالك تشتغل بشكل كبير، خاصة ان طلائع الجيش بيلعب زون ديفنس وقافل كل المساحات في عمق الملعب، فطبيعي الاستريتش ده هيفرغ مساحات في العمق. ونفس الكلام هنا لعبد الشافي اللي عامل ناحيتنا برضو استريتش. وهنا زيزو اسلام جابر عشان يعملوا تنوع في اللعب من العمق كمان، فبقوا بيضموا هم في عمق الملعب في منطقه صناعه اللعب هنا من العمق بين الخطوط، يعني في ظهر وسط الملعب، عشان يبقى الزمالك عنده تنوع من الاجناب والاثنين الباكين طايرين عشان يبقى في توازن، وفي نفس الوقت عمق الملعب ومنطقه صناعه اللعب من العمق مليانه بزيزو اسلام جابر. لاحظوا هنا تاني زيزو ضامن في الهاف سبيس ازاي عشان يعمل ضغط من عمق الملعب، وعبد الشافي هنا فاتح الملعب، فطبيعي وسط ملعب الجيش هيميل في منطقه الكوره عشان يقفل على زيزو وعبد الشافي. بصوا بقى هنا ذكاء مصطفى محمد اللي استغل المساحه في ظهر وسط الملعب عشان هو اللي يملى منطقه صناعه اللعب من العمق، بمجرد ما استلم الكوره طبعا كحال اي مدافع مصري بيسيب الملعب ويبص على الكوره، فدفاع ووسط الجيش كله بقى باصص على الكوره. هنا زيزو عشان هو واخد حريه زي ما بقول لكم في الملعب، فانطلق هو عكس اللعب في المساحه في الهاف. هنا زي ما قلت لكم عبد الشافي فاتح الملعب، فطبيعي باك الجيش مركز مع عبد الشافي، فبقى في مساحه بين الباك والسيرد باك. قدر هنا زيزو بمنتهى الذكاء يخلق فرصه للزمالك في وسط كل الضغط من دفاع الجيش، وبمنتهى السهوله بتحركه قدر يستلم هو في عمق الملعب في حاله انفراد تام مع الحارس. الماتش اللي فات اتكلمنا عن انك لما تحب تطبق الضغط العالي يا اما تطبقه صح يا اما ما توجعش دماغنا معاك. هنا لو نلاحظ رصه لعيبه الزمالك 10 على 10، قلبين الهجوم هنا ضغطين على قلبين الدفاع وقافلين مساحه التحضير، ورباع وسط الملعب مضيق المساحات معاهم وقافلين على كل عناصر التحضير في وسط ملعب الجيش. بصوا هنا بقى لازم خازوق يطلع، بصوا هنا اسلام جابر ساب مكانه معرفش ليه وراح هو يضغط. طب انت رايح تضغط ليه على قلب الدفاع البعيد عنك؟ سبت مكانك، بالتالي اتخلقت مساحه فدان هنا لمحمد ناصف، بقى قدامه بصوا مساحه قد ايه، وطبعا خط الدفاع زي ما بنقول على طول بعيد ولوحده تماما، فحازم امام هنا طبعا ما طلعش يكمل في الضغط، فبالتالي قدر الجيش انه يخرج بسهوله. تاني وسط ملعب الزمالك اهو في حته والدفاع في حته تانيه، ودي مش اول مره تتكرر. هو للدرجه دي صعب انك تدي تعليمات للاعيبتك انهم يضيقوا المساحات؟ يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال ان مهاجم الجيش يستلم بين الخطوط في المساحه دي كلها. تاني نفس المشكله، يا جماعه والله الموضوع بسيط، هتلعب ضغط عالي يبقى هتعمل هاي لاين ودفاعك هيتقدم عشان يضيق المساحات مع وسط الملعب، وهتعمل ضغط كويس قوي على حبل الكره قدام، فبالتالي دفاعك عمره ما هيتعرق، الموضوع بسيط. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد.